صباح الخير مشاهدين الكرام، متواجدين في احدى استديوهات هي الشرق للاذاعه والتلفزيون، وبالتحديد في استديو برنامج معا اصدقاء. هذا البرنامج المعني في دعم مواهب الاطفال واليافعين في مختلف المجالات، وايضا ابراز مهاراتهم الحواريه في مواضيع متنوعه وشيقه. واليوم راح نكون ان شاء الله في جوله راح نطلع فيها على كواليس هذا العمل وتجهيزات ايضا فريق العمل والضيوف المبدعين. حياكم الله. مرحبا مشاهدينا الكرام، متواجدين في غرفة التحكم، إن شاء الله راح نتعرف اليوم وياكم على أدوار هذه الأجهزة وأيضا نوعيتها وما في شك دور فريق العمل. معنا زميلتنا منال، يعطيك العافية. الله يعافيك خالد. لو تعرفينا عن أدواركم اليوم في غرفة التحكم. مثل ما أنت تشوف الزميل خالد، إحنا قبل ساعة أكون متواجدة في غرفة التحكم أنا والزملاء، المخرج، مازج الصورة، فن الطباعة، فن الإضاءة، نتابع سير العمل، نتأكد من المحتوى، من الشكل، من الكاميرات. هذا اللي احنا نسويه في غرفة التحكم. سامح، يعطيك العافية. حابين نتعرف على دورك اليوم في هذا العمل. الله يسلمك. احنا دورنا طبعا مصورين خلف الكاميرات. احنا يعني اول شيء طبعا برنامج، انا يعني ولادي بيتابعوا البرنامج، هو كتير مهم وفي رسائل مهمة للأطفال. طبعا تحديات كالأطفال اللي بيجوا اول مره يعني بيكون شويه صعب عليهم، بس احنا يعني معاهم، وطبعا مذيعه سمر يعني في تواصل معهم وبتعودوا يعني وبيمشي الموضوع يعني. اهم نقطه نحن دائما نحرص عليها، خاصه انا كمقدمه برنامج الجلسه ما قبل بدء عمليه التصوير. الجلسه هذه عباره عن دقائق قليله قبل ما نبدا بالتصوير، يعني أقعد مع الطفل أفهم شخصيته، أحاوره بحيث أني أنا أكسر حاجز الخوف والرهبة، لأن سبحان الله أجواء الاستديو ممكن على كثر ما الطفل مبدع ومتحدث، لكن سبحان الله الرهبة ممكن تخليه يعني ما يتجاوب بسهولة. فهذه الجلسة تهيئة أن ينطلق بالكلام ونتحاور، يكون الحوار جدا سهل وسلس. الله، كيف حالك؟ خير. ممكن تتعرف على عمرك؟ كم عمرك؟ 11 سنة. اليوم إن شاء الله أنت موجودة في برنامج مع الأصدقاء، هذا البرنامج خاص بالمبدعين في كل المجالات. اليوم ممكن نتعرف على المجال اللي أنت مبدعة فيه؟ القراءة والكتابة والرسم والطبخ وإعادة التدوير. مثل ما شفنا مشاهدينا تجهيزات فريق العمل وأيضا جهودهم مع ضيوفنا المبدعين، هذا الحرص كله في إنتاج صورة مبتكرة وواضحة تناسب المشاهد في الجودة والمحتوى. وصلنا للختام ومع السلامة.